الآن سأوضح لكم كيفية تحويل الكسر إلى عدد عشري. إذا تبقى لدي الوقت ربما سوف نتعلم كيفية تحويل العدد العشري إلى كسر. لذا دعونا نبدأ بمثال وليكن الكسر نصف 1/2. أريد أن أحوله إلى عدد عشري، والطريقة التي سأقوم بها وستنجح معكم دائما أن كل ما عليكم فعله هو أن تقسموا البسط على المقام. ودعونا نرى، هنا نأخذ المقام 2 ونقسم عليه البسط 1. طبعا لا يجوز أن نقسم 1/2، إذا ما نقوم به أن نتبع القاعدة الأعداد العشرية، وهو أن نضع فاصلة وأصفار إلى جانبها، وهذا لا يغير من قيمة العدد 1. نضع الفاصلة هنا فوق تماما، ثم نقسم 1/2 بالتأكيد لا، إذا نأخذ الصفر معه، إذا 10 × 2 يساوي 5، 5 × 2 يساوي 10، نطرح ليكون الباقي 0، إذن بالتالي نصف هو عبارة عن 5/10، إذن فاصلة هنا و5، إذن نقول 5/10، إذن النصف يساوي 5/10. لنقل ثلث مثال آخر، نأخذ المقام هنا 3 ونقسم عليه البسط، إذا نضع أيضا 1 وفاصلة عشرية ثم أصفار. 1 × 3 لا يجوز، إذا نقول 10 × 3 هنا 3، 3 × 3 يساوي 9، يتبقى لدينا 1 وننزل الصفر، وأيضا لدينا 10 × 3 = 3، وأيضا لا تنسوا أن تضع الفاصلة العشرية هنا أيضا 9، ويبقى 1، ننزل الصفر ونحصل على نفس الناتج 3. وكما ترون أن الثلاثة تتكرر باستمرار، ونقول هنا 3 دورية، إذا لا منتهى لها. فما يمكن عمله هو أن أضع فاصلة عشرية هنا، ثم أكتب 33 وأضع المختصر هذا الخط، يعني أنه 33 دوريا، أو ممكن أن أقول 3/10 دوريا. إذن هذا الخط الموجود هنا يعني أنه مكرر ما لا نهاية، نفس القيمة، أي أن 3 تبقى مكررة. إذن عندنا الثلث يساوي فاصلة عشرية ويليها 3 مكرر، إذا نكتب 33% مكرر. دعونا نكمل مع أمثلة أصعب بقليل لكنها تتبع نفس النمط. لأختار أعداد كبيرة إذا سمحتم لي سأختار الكسر ليكن 17/9. هنا المثير من الاهتمام أن البسط أكبر من المقام، وبهذا نحصل على عدد أكبر من 1، لكن دعونا نحل المسألة. نأخذ 17 هنا ونقسمها على 9 وأضع فاصلة عشرية وأصفار، هنا لا تتغير القيمة، وأضع فاصلة عشرية فوق، أقول 1 × 9 لا يجوز، 17 × 9 يساوي 1، إذن 1 × 9 = 9، ويبقى بعد الطرح 8، أنزل الصفر هنا فتكون 80 × 9، ونحن نعلم أن ذلك يساوي 8، ف8 × 9 يساوي 72، يتبقى لدي بعد الطرح أيضا 8 وأنزل الصفر. ونرى هنا نمطا آخر، أننا نقسم 80/9 في كل مرة ليكون الناتج 8 ونضرب في 9 يساوي 72، ويتبقى أيضا 8، ومن الواضح أن يمكن أن أستمر بهذه الطريقة للأبد. إذا الناتج 17/9 أو الكسر 17/9 عبارة عن 1.88 بشكل عدد لا منتهي أو دوري. إذا تقريبا نقول، إذا أردنا تدويره بالطبع نقول تقريبا هو عبارة عن 1.89%، إذا ندوره لمنزلة المئات ليكون الجواب هو عبارة عن إما 1.88% دوري أو 1.89 بعد التدوير لمنزلة المئات. دعونا نحل مسائل أخرى لتكن مسألة قليلا صعبة. 17/93 كم تساوي بالأعداد العشرية؟ أيضا نفعل نفس الشيء، نقوم بوضع 93 وخط القسمة الطويلة، نقسم عليها 17، وبما أن 17 أقل من 93 نضع فاصلة عشرية وبعدها أصفار ولا تؤثر على قيمة 17. وهنا نلاحظ أن البسط أقل من المقام، إذا
الآن العدد الأصغر يقسم على العدد الأكبر، إذن 17 على 93 يساوي 0، نضع الفاصل العشرية هنا ثم نقول 170 على 93 1، 1 ضرب 93 93 نطرح ليكون الناتج 77، وننزل الصفر هذا هنا لتصبح 770 تقسيم 93. دعوني أرى هنا لنجرب الثمانية مثلا، إذا نقول 8 ضرب 3 24 باليد 2 هنا، 8 ضرب 9 72 زائد 2 يساوي 74. بعد الطرح نحتاج هنا أن نستلف لتصبح الصفر 10 والسبعة 6، إذا الناتج يكون 26. ننزل الصفر، 260 تقسيم 93 يساوي لنجرب 2، 2 ضرب 3 يساوي 6، 2 ضرب 9 يساوي 18، نطرح ليكون الناتج عبارة عن هنا 74، وننزل الصفر، وأيضا نكمل بهذا النمط أو بهذه الطريقة، وسنبقى نستمر للأبد، ليس هناك نقطة محددة نقف لديها، لكن نكتفي في هذه الثلاث منازل بعد الفاصلة العشرية. إذا 17 تساوي 182 بالألف، أو إذا أردنا أن نستمر ممكن أن تساوي بالعشرة آلاف أو مئات الآلاف، لكن دعونا الآن نكتفي بهذا القدر. إذا أعتقد أنكم ستجدون الأمور أسهل بكثير إذا تدربتم. الآن لنسأل كيف يكتب مثلا الفاصلة 0.35 أو ما يقرأ ك35 بالألف، كيف يكتب هذا بالكسور؟ إذا لنقل بأنه يمكن كتابته كذلك على نحو هنا، إذا أزلنا الفاصلة العشرية نكتبه على شكل 35، لأن بعد إزالة الفاصلة العشرية سيكون الصفر لا قيمة له، إذا نقول على 1000 لأن عدد المنازل ما بعد الفاصلة العشرية 3، أي منزلة لدينا هنا العشرات ثم المئات ثم الآلاف، إذا هي منزلة عشرة منزلة عفوا الألف، إذا 35 على 1000. دعوني أقول لكم مثال آخر، لو كانت لدينا فاصلة عشرية ثم قلنا 0 و3 ثم الصفر، أي تقرأ 30 بالألف، هناك عدة طريقة يمكن أن نقرأ فيها أو نكتب فيها هذا الكسر العشري، 30 على 1000 كون أن الصفر بعد الفاصلة لا يكون له قيمة، وبعد أن نزيل الفاصلة أيضا يمكن أن يذهب الصفر على اليمين لتصبح هنا فقط لدينا هنا 0.3 كون أن الصفر على جهة اليمين أقصى اليمين من الفاصلة العشرية لا يساوي شيئا، وهي أيضا تساوي بعد إزالة الفاصلة 3 على 100. إذا 30 على 1000 تساوي 30 على 100، كأن نقول أننا أزلنا الصفر من 30 هنا وأزلناه أيضا من الأسفل في المقام، إذا 3 على 100. لنرجع إلى مسألتنا، 35 على 1000 هذا كسر يمكن اختصاره، نلاحظ أن البسط والمقام يقسمون أو على 5 بدون باقي، إذا 35 على 5 يساوي 7، و 1000 تقسيم 5 يساوي 200، إذا تحويل الكسر 7 على 200 يمكن أن يحول إلى عدد عشري بقسمة 7 على 200، وأظن أنه يجب أن تكون الناتج هو 35 بالألف، ولكن سأترك هذه المسألة كواجب تحلونه بأنفسكم حتى تتأكدوا من أن حلنا صحيح. إذن أتمنى أن تقوموا بمزيد من التمرينات الأخرى حتى تتدربوا على طريقة تحويل الأعداد الكسرية إلى عشرية ومن عشرية إلى كسرية. أراكم قريباً.